يعني زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة، بتتواصل الجهود للدولة المصرية علشان استمرار عملية إجلاء واستعادة يعني أبنائنا وأهلنا وإخواتنا المصريين من السودان. زميلنا محمد الشاذلي كان متواجد في المطار والتقى بمجموعة من الأسر والمواطنين والطلاب اللي وصلوا إلى القاهرة. بنتكلم لحد دلوقتي عن 904 مواطن منذ بدء خطة الإجلاء، وما زال التنسيق مستمر مع الجهات المعنية يا منا تحديدا والسفارة المصرية في السودان، كل الأطقم طبعا ورحم الله يعني الموظف الإداري طبعا اللي استشهد بالأمس، والتنسيق ما زال مستمر علشان يتم إجلاء كل يعني المصريين الموجودين في السودان. مصر من الدول القليلة اللي كانت حريصة إنها تبقى سفارتها موجودة ومفتوحة لغاية ما يحصل الإجلاء وتطمن على كل رعاياها المصريين. عشان كده المصريين لما وصلوا امبارح ازاي كانوا عمالين يحكوا انهم كان عندهم يقين وطمانينه بان الدوله المصريه لا يمكن تسيب ولادها، وازاي الجهات المصريه قدرت انها تامن ليهم الخروج من السودان بالسرعه دي، وده من خلال خطه دقيقه كانت بتضمن سلامه عودتهم بامان لارض الوطن، وهو ده اللي حسوه فعلا. خلينا نروح نشوف محمد الشاذلي عمل لنا ايه وتابع معاهم ازاي، ونرجع نطمن تاني معاهم ونشوف ايه اللي حصل. منذ أن وقعت الاشتباكات في السودان في 15 من إبريل الحالي، بنتكلم في حوالي 9 أيام وجهود مصرية كبيرة جدا من أجل إجلاء كل الرعايا المصريين، كل المواطنين المصريين المقيمين في أرض السودان، وليس الرعايا المصريين فحسب بل أيضا رعايا الدول الصديقة التي نسقت مع مصر من أجل إجلاء رعاياها من السودان عن طريق مصر. هذا ليس بجديد على مصر كما حدث في السابق في اليمن، في أفغانستان، في ليبيا، في أوكرانيا، وقت أزمة فيروس كورونا لم تتأخر مصر لحظة واحدة عن إجلاء كافة رعاياها الموجودين في كل هذه الأراضي حتى يعودوا إلى أرض الوطن بسلام. بالفعل أقلعت طائرات عسكرية من مطار شرق، وصلت بالفعل إلى مطار دونجولا وكذلك مطار بور السودان من أجل إجلاء رعايا المصريين، وكما قلت لحضراتكم رعايا الدول الصديقة التي نسقت مع مصر حتى يصلوا إلى أرض الوطن بسلام. عدد كبير من الطلبة المصريين اللي كانوا موجودين في السودان الحمد لله وصلوا بسلام، كان في تنسيق كبير لعودتهم إلى أرض الوطن، وكان في تواصل بشكل مستمر بينهم وبين بعض وكمان مع المسؤولين المصريين. هتعرف عليهم دلوقتي نشوف كانوا مقيمين فين في السودان. تعرف بيكي؟ أنا شمس الشرقاوي، بدرس علاج طبيعي في الخرطوم. مقيمة فين؟ في المعمورة. كان في تواصل بينك وبين زمايلك؟ أيوة، كنا عاملين جروبات على واتساب مع بعض بحيث مثلا لو حد محتاج حاجة ناقصه حاجة بس نتواصل مع بعض فيها. يعني هو انتوا كلكم ساكنين في نفس المكان؟ لا لا، اماكن قريبين من بعض. المعموره 60 لف الجوبه دي كلها قريبين من بعض، يعني ما فيش 5 دقايق. كنتوا بتعرفوا تنزلوا تروحوا لبعض؟ لا لا، دي صعبه، دي يعني اوقات صعبه، يعني في الظروف دي كانت صعبه، مش دايما يعني. الوضع كان صعب. طيب كنت بتتواصل معاهم ازاي؟ عن طريق جروبات الواتساب. كل جروبات واتساب. اه طيب انا كمان عايز اعرف حاجه مهمه جدا، انتوا كنتوا بتطمنوا اهاليكم وعليكم ازاي؟ دي نقطه مهمه. لا احنا ما كناش بنقول لهم الحقيقه اصلا. الضرب كان بيتضرب علينا بنقول لهم احنا امان وكويسين عشان خاطر ما يلاقوش علينا ولا يخافوا مننا. طب كويس. طبيعه التنسيق كانت عامله ازاي بقى اول ما عرفتوا ان انتوا جايين مصر؟ اول ما عرفنا ان احنا جايين مصر الوزيره كانت معانا خطوه بخطوه، ويعني برضو على جروب الواتساب اي حاجه بتحصل كنا بنكلمها، حتى مثلا كنا بندخل نكلمها برايفت فكانت بترد علينا عادي، يعني كانت الصراحه سهله معانا في التعامل جدا، فده كان مسهل علينا بقى الاجراءات وكده، اللي هي مثلا اي خطوه جديده لا استنوا ما تخرجوش من البيت، في حاجه هتحصل كذا، في قرار هينزل كذا كده، يعني كانت معانا الصراحه خطوه بخطوه. طب هل كان في اي مشاكل عشان انت راجع؟ والله احنا واجهنا صعوبات كتير عشان نوصل اصلا الحته اللي هي غردهار تقريبا اسمها، عشان نوصل المطار يودينا هنا كان، لكن الحمد لله يعني وصلنا وطلعنا بالطياره وادينا اهو موجودين في مصر. الله يسلمك. والله عايزين نعرف منكم بقى ايه اللي شفتوه من جهود اتعملت عشان ترجعوا مصر بالسلام. هو اولا طبعا لما كنا بنلمع مثلا الارقام القنصليه والسفارات كانوا بيردوا علينا، يعني ما كانش في مثلا مره نرن مثلا او كده ومثلا محدش يرد او كده، لا كان في دايما تواصل،
الدكتوره سهى الجندي كانت دايما بتتواصل معانا في الجروبات، حتى برايفت كانت بترد عادي جدا، يعني مثلا مش حد مثلا مسؤول لا ممكن ما يردش، لا عادي جدا بترد وكده، لحد والله اخر لحظه، لحد اخر لحظه قالت خلاص انا طمنت عليكم انتوا خلاص في دلوقتي في المطار. كل الاحترام والشكر لاولا الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيره الهجره، يعني بصراحه كانت معانا لحد اخر لحظه، وبرده القنصليه والسفاره لحد اخر لحظه بيرنوا على اهالينا وطمنوهم، وكان تواصل لحد اخر لحظه ما فيش مره سابونا فيها. يعني طبعا احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الجهات المختصه اللي ساعدت ان احنا ننزل بالسرعه دي، احنا نزلنا بمسافه كلها بعد 24 ساعه بالظبط كملناش، يعني اتصلنا معاهم بالليل كنا نازلين الصبح، فاحنا بنشكرهم على المجهود ده كله والله. بنشكر القوات المسلحه والوزيره وطبعا الرئيس السيسي في الاول انهم يعني ساعدونا وانهم خرجونا من المأزق اللي احنا كنا فيه ده، وكتر خيرهم. في البدايه الحمد لله على سلامه حضرتك. شكرا لكم وقناتكم المبجله في الاهتمام بالمصريين، والحمد لله احنا بخير الحمد لله. ده واجب مصر طبعا تجاه كل مواطن مصري موجود في الخارج. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اخبارك ايه؟ كويس كويسه الحمد لله. عايزين نطمن على صحه حضرتك في البدايه. والله الحمد لله بفضل ونعمه احنا بخير الحمد لله، ده طالما ان القياده السياسيه الحمد لله برئاسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بينا كمصريين، والحمد لله بيقدم الدعم دايما حتى في احلك الظروف. الحمد لله بخير الحمد لله. حضرتك ساكن فين بالظبط في السودان؟ مقيم فين؟ انا مقيم في منطقه تسمى بوري في جاردن سيتي، في شارع المعرض في الخرطوم، يعني مقابل لمطار الخرطوم الدولي. يعني كنت بتسمع صوت الضرب النار، صوت الاشتباكات باستمرار طبعا؟ يعني انا محتفظ بطلقتين جم في شقتي، يعني مش اكتر من كده، يعني خرموا الازاز ووصلوا لحد غرفه نوم الاولاد والحمد لله. حاله من الرعب بالتاكيد. والله الحمد لله رب العالمين، احنا كمصريين الحمد لله مهما في احلك الظروف الحمد لله بنكون ثابتين، والحمد لله عدت الازمه على خير الحمد لله. الحمد لله. طبيعه التواصل بين الجهات المعنيه في مصر معاكوا كانت عامله ازاي؟ ازاي تواصلوا معاكوا؟ ازاي وصلتوا لهم؟ هل كان في خط تليفون مثلا؟ هل بتسجلوا اسماءكوا في استمارات في القنصليات؟ والله هو المتابعة احنا في الأول خالص لما حصل الأحداث شفنا اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدم طمأنينة من خلال القنوات التلفزيونية، ثم بعد ذلك السفارة المصرية برئاسة سعادة المستشار هاني صلاح الدين الصراحة والأخ القنصل تامر منير في الخرطوم ربنا يشفيه، كانوا قايمين بدور واجب بدور عظيم جدا، عملوا جروب للمصريين في الخارج، كان فيه اهتمام، كان في نشر على الصفحة الرسمية للسفارة في الخرطوم، على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، كان في رسالة اطمئنان ان احنا هيتم اجلاجنا، وكان الامر ده احنا كنا متأكدين منه جدا والحمد لله حدث. يعني ايضا في لقاء مع أسرة مصرية من اللي كانوا موجودين في السودان ووصلوا الى ارض الوطن بسلام، الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا فندم. يا اهلا وسهلا بيكي. حضرتك مقيمة في السودان بقالك قد ايه؟ بقالي 10 سنين مقيمة في السودان. مقيمة بالأسرة كاملة هناك؟ انا وزوجي وولدي. المنطقة دي كان فيها اشتباكات؟ لا لا لا، الشبكات كانت في الخرطوم وفي اماكن تانية، لكن بورسودان لا ما كانش فيها الشبكات دلوقتي. طيب مين اللي تواصل معاكم عشان يقول لكم ان انتم خلاص جايين مصر؟ هي السفاره المصريه اختارت المصريين اللي هم على ارض السودان، ان في طياره عسكريه بعتها السيد الرئيس السيسي اللي هي هتشيل الجاليه المصريه، فعلى كل واحد ان هو يسجل اسمه، فسجلت اسمي انا وابني امبارح والاجراء والنهارده هعمل كل الاجراء. السفاره اتصلنا عليهم قالوا تعالوا سجلوا اساميكم، سجلنا اسامينا، مفيش 8 ساعات طوالي حضرتك، يعني جت الطياره يعني الساعه 8 جالوا الساعه 11 صباحا تكونوا في مطار بورسودان. لا طبعا الاوضاع صعبه جدا، مفيش كهرباء، مفيش ميه، مفيش اكل، مفيش شرب، كل المحلات مقفولة، السوبر ماركتس مقفولة، الدنيا كانت صعبة جدا، العيشة صعبة قوي، الضرب في كل حتة، وكانت الظروف صعبة جدا في المعيشة. يعني احنا تواصلنا اوريدي مع القنصلية المصرية في الخرطوم والسفارة وسيادة السفير والقنصل، بصراحة كانوا على أتم استعداد على تقديم أي مساعدات يعني، والحمد لله أول ما جت فرصة للإجلاء الحمد لله توفقنا إن إحنا جينا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أخبارك إيه؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك. كله تمام، صحتك كويسة الحمد لله. الحمد لله بخير. الحمد لله. إيه الأخبار؟ يعني احكوا لنا تفاصيل العودة كانت عاملة إزاي؟ والله الحمد لله العودة كان تابعنا مع القنصلية وخلصت خلال 24 ساعة الحمد لله، يعني على طول كان أخذوا أسامينا إمبارح المغرب
والساعة 10 الصبح كنا موجودين في المطار ان احنا نخلص الاجراءات بتاعت السفر، والطيارة حضرت المطار الساعة 1، ركبنا على طول والحمد لله، يعني ادينا وصلنا بالسلامة الحمد لله. السلام، ما كانش في اي مشاكل؟ لا ما كانش في مشاكل، الاجلاء تم بسهولة خالص والدنيا كانت تمام الحمد لله على السلامة. الاول الله يكرمك يا رب. اخبارك ايه؟ صحتك عاملة ايه؟ كله تمام؟ لا وانت بخير الحمد لله، كل سنة وانت طيب. السلام يا رب. انت ساكن فين بالظبط هناك في السودان؟ انا كنت ساكن في بور السودان حي المطار بجوار القنصلية. الوضع هناك هادي؟ ايوه الحمد لله. كان مستقر مش اي نوع من انواع الاشتباكات؟ والله بعد الاشتباكات اللي هو اول يوم وثاني يوم يعني الاوضاع الجيش سيطر هناك والاوضاع كانت مستقره لحد ما. انتوا كام واحد موجودين بتدرسوا مع بعض؟ والله احنا كنا حاليا متواجدين 12 شخص، بجانب ان بقيه الطلبه موجوده حاليا في مصر بسبب اجازه العيد ورمضان وكده. يعني في طلبه بالفعل كانوا موجودين في مصر من قبل الاشتباكات؟ يعني الغالبيه العظمى كانت في مصر. وانتوا 12 شخص كنت تواصل مع بعض بشكل مستمر؟ دايما. كنتوا بتنزلوا؟ طيب بتقدروا تنزلوا؟ كنا بننزل بجيب طلباتنا بنرجع دايما على طول، يعني مفيش قعد بره. الاوضاع كانت صعبه جدا، يعني الحمد لله احنا كنا بنتعرض لصعوبات كثيره، لكن بتوجيهات فخامه الرئيس فتح السيسي وبوجود خليه من العمل الكبير من جهاز المخابرات العامه والامانه العامه ووزاره الدفاع ووزاره الخارجيه ووزاره الري، تم تكوين اداره ازمات، مجموعه من اداره الازمات لبحث المشكله وحلها، وبالفعل وصلوا لنا الحمد لله، وكان في متابعه دايمه وتنسيق دائم مع القنصل هناك ومع السفير هناك، والحمد لله وصلوا الينا. احنا كنا في منطقه صعبه جدا، كنا تحت الضرب، كنا ما بين خط النار ما بين الجهتين اللي بينهم بعض حرب ضاريه يعني، والحمد لله وصلوا الينا وعرفوا يوصلوا لنا، وتم التنسيق وتم نقلنا لمكان امن، ومن ثم تم نقلنا الى مطار دنقله، ثم تم وصلنا الى وبعديها وصلنا الى ارض الوطن الحمد لله. بنشكر فخامه الرئيس جدا، وبنقول له مصر عمرها ما بتترك اولادها خلفها ابدا. وصلنا دنقله، اتصلنا بقنصل السفاره، الحقيقه اتصل بوزاره الخارجيه قال تروحوا مطار دنقله الحربي هتلاقوا فيه طياره موجوده وتجوا فيها، وفعلا نفذ بالتمام، الطياره جت الساعه 3 واستنينا باص ثاني جينا مع بعض، والحمد لله. وانا احيي طبعا الجيش المصري خير جنود الارض، ربنا يبارك فيهم يا رب، بقياده الزعيم القائد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالنسبه للشعب السوداني الشعب الطيب، نتمنى لهم التوفيق والهدايه وربنا يوفقهم يا رب. اتحركنا بالباص لولايه دنقله، وبعد كده لقينا السفير بعت لنا رساله ان احنا نتوجه لايه؟ لمطار دنقله عشان في طياره، وطبعا رجال القوات المسلحه تحيه اجلال وتقدير منينا ليهم على راسهم طبعا فخامه السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي قائد القوات المسلحه، جميع اعضاء القوات المسلحه، تحيا مصر.